جنات. السلام عليكم. جنات سهل معي. ايوه يا فندم. الو. ايوه انا بدات الريكورد، افتح حضرتك الشير وابداي بقى. مش حاسين الولاد؟ طيب السلام عليكم لوجان. عليكم السلام. عاملة ايه حبيبتي؟ الحمد لله. الحمد لله. فين زمايلك؟ معرفش. ثانية. انا موجود يا مس. عمر. اهلا يا عمر. اين البقية؟ لا اعلم. لا تعلمي؟ ومن يعلم؟ ممكن نستناهم كده كام دقيقة، حاسين باللي ناوي يعملوا فخايفين يدخلوا. اطلع اطلع بالرقم بتاعي يا مس، تخضتيني. لا لا، مذاكرين بس ولا مش مذاكرين؟ هاني مس عارف ايه المشكلة. عادي يعني، تمام، مستعدين. انا جاهز ومية من مية وعشرين من مية. عادي. طيب ما شاء الله، ما نشوف. وانت يا لوجين؟ جاهزة مس. كتاب الغش موجود جنبي. لا موجود زي الفل. والله يا مس يعني انا ما يعني ان شاء الله جاهزة. ان شاء الله. طيب تعالوا نبدأ كده بالحاجات ونشوف. قولوا لي الشاشة باين عندكم ايه؟ الحمد دلوقتي حالا. انا عايز الامتحان دلوقتي حالا بس. امتحان دلوقتي حالا؟ اه انا جاهز. طبعا مس، طبعا الامتحان لازم نفتح الكاميرا طبعا يعني. طبعا انا فاهم. احنا هنحل مع يعني احنا هنحل مع بعض برضو كده، كل واحد سؤال ولا واحد سؤال؟ هو ده ولا عايزين تحلوا لوحدكم؟ لا كل واحد سؤال، كل واحد سؤال. لا نحل اسئله كتير بس. طب عايزين حد تاني يخش معانا عشان نشوف الراي الاخير. ماشي لوجانا. خايفه من منسه. لا لوجين قدها. ينفع كده لوجين؟ ما اللي بتقوليش لا يعني مش وانا مش خايفة. وانا مش خايفة بس. لا انا مش خايفة. تمام. طيب تعالوا نشوف الاسئلة بدل ما زمايلنا ييجوا. شايفين كده الاسئلة معايا؟ اه شايفيني. طيب نبدأ بالبنوتة كالعادة يعني. يلا اللي جاي. أهم حرفة للبدو هي حرفة إيه؟ سهل. الرعي. الرعي. سهل. حرفة الرعي. تمام. يلا يا عمر. تمام. يسمى عيد حصاد التمور والزيتون بعيد الإيه؟ الزراعة. يا راجل. السياحة قصدي. السياحة. السياحة. هي حتى لو انت قلت الزراعة واقعية شوية، في طلاب عندي كتبوها عيد الحب مش عارفة ازاي. لا ازاي بجد والله، ايه اللي دخل التمور في الحب؟
تمام. يلا اللي جاي، يؤدي تسرب التلاميذ من التعليم إلى ظهور مشكلة الأمية. تمام. عمر، كان مين يساعد الفرعون في حكم مصر قديما؟ وزير. تمام. يلا يا لجين. لجين اخترع مصر القديم الكتابة الهيروغليفية. الهيروغليفية. تمام. طيب يلا يا عمر. تمام. تعالوا نسأل، لو حد دخل خليه يحل بقى هو. لا مفيش. أما نشوف. يلا يا عمر، وزارة التربية والتعليم، صح وغلط، وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عن إجراء التعداد السكاني؟ لا غلط. أمال مين؟ اسمها وزارة التعداد السكاني؟ لا أنا عارفة. طب قول. وزارة الصحة والسكان. صح. كان اسمه إيه المكان؟ المكان؟ ها؟ الجهاز الهيئي للتعبئة العامة والإحصاء. الجهاز المركزي للتعبئة العامة. المركزي. شطور. نسمع الأذان ونكمل. خلي بالك يا ميس، ده انا جايبه الفول مارك في الدراسات. شطوره ما شاء الله، يا رب دايما. عايزه اشوفكم بقى، احنا اتنين بس، انا عايزه اشوفكم. لازم نفتح الكاميرا. طب يا مس هلبس واجي. هلبس واجي يا مس. ها يا ولاد. عمر جهزت؟ تمام يلا نكمل.
ها، يختلف التراث المصري من منطقة إلى أخرى يا عمر. فين دي؟ يختلف. لا دي كان دور لجين. لا لجين جاوبت أول واحدة. يلا دورك. تمام، لجين جامعة أون هي أقدم جامعة في التاريخ. صح. عمر، السلطة التشريعية هي المسؤولة عن تشريع أو سن القوانين. صح. تقل نسبة الأمية، لجين تقل نسبة الأمية في الريف المصري. غلط. أما النسبة قد إيه؟ أو 45 نسبتها مرتفعة ولا منخفضة؟ نسبتها مرتفعة. مرتفعة ليه؟ لقلة المدارس، قلة الخدمات التعليمية أو المدارس التعليمية. إيه كمان يا عمر؟ والقلة الخدمات والزواج البنات الزواج المبكر. شاطرين انتوا الاثنين، شاطرين والله. يلا يا لجين، يشير رقم واحد الى بحيرة. انا المفروض ما فيش غيركم، كلنا هنحل. يلا مين لجين؟ يلا رقم واحد بحيرة ناصر. تمام. اثنين يا عمر، أقل محافظة سكاناً. سهلة دي يا مي. رقم اثنين، جنوب سيناء. جنوب سيناء. تمام. رقم ثلاث، جالك الأسهل أهو. يلا. حلو، البحر الأحمر. تمام. أربعة يا عمر. تمام. أكثر محافظة سكان، أكثر محافظة سكاناً. أكثر محافظة سكاناً القاهرة. القاهرة. تمام. خمسة لجين، الصحراء. لا بقى يا ميسا. إيه؟ أنا ثانية. الغربية. صح. نقف هنا عند نهر النيل ونشوف اتجاهنا، لو شرق تبقى الصحراء الشرقية، لو غربها تبقى الصحراء الغربية. تمام. يلا يا عمر، ما تدل عليه العبارة، كل ما تركوا لنا الأجداد، إيه هو؟ اسمه إيه ده؟ بس إحنا بقينا اتنين، الحضور، لجين طلعت. زمانها جاي. كل ما تركوا لنا الأجداد، إيه هو؟ الفراعنة؟ يا راجل. لا، ما هو الأجداد هما الفراعنة، مش فاهم. طب سنة تعريف بتاع ايه؟ واللي ما تعرفش الأطراف. ممكن اقولها؟ الأطراف. التراث. لا التراث، والله العظيم كنت عارفه. لا الأطراف هي التراث. يا امس الأطراف هي التراث، هي متقالة كده في الدرس يعني. ثواني. التراث هو كل ما تركوا لنا الأجداد، سواء الأجداد دول سابوا لنا أماكن سياحية أو أثرية، سواء فنون شعبية، حرف تراثية، حرف يدوية، الحرف التراثية اليدوية. تمام. سواء قلنا الفنون الشعبية، كل ما تركوا لنا الأجداد سابوا لنا عادات وتقاليد، دي اسمها تراث. سابوا لنا أماكن تاريخية، ده اسمه تراث. تمام. طيب يلا لجين، عدم قدرة الفرد على التعامل مع الأجهزة التكنولوجية. الأمية والله العظيم عارفاها، الأمية التكنولوجية. تمام. الأمية التكنولوجية أو هي أو حاجة تانية، بس هي التانية هي الأصح. ما عايز أقولها التانية. إيه يا عمر؟ التانية
الأمية الإيه؟ الأمية ال افتكرها كده، ان اللي بيتعامل مع الأجهزة التكنولوجية بيبقى عنده معلومات كتير. الأمية المعلوماتية اهو معلومات مليش دعوة، انا قلتها بس حاجة يعني جت على عين يعني بس ما لا جت على عين، لا جتش بس ما جتش على العين. صحيح تمام، في الأمية المعلوماتية. طيب يلا الجاي، الساعة التي تعرض تقديرات لعدد السكان اسمها ايه؟ الساعة السكانية. الساعة السكانية ايه؟ حظها ونصيبها. يلا يا عمر، ها بما تفسر يقل عدد السكان في محافظة جنوب سيناء؟ سهلة يا ميز، والله العظيم سهلة، وجات لي في الامتحان وحلتها صح. في ندوة المياه، بندوة المياه ولا ندوة؟ وحاجة ثانية. ايه كمان؟ ندوة المياه ندوة المياه، لا ثانية ندوة المياه وايه؟ افتكر كده محافظة جنوب سيناء فيها ايه؟ انا عارفة ايه؟ ممكن انا اقول بس استني مثل استخباج المعادن. لا غلط، فعل الاغنام امال ممكن اقولها. طيب طب قول، ما تقول لصعوبة مظاهر السطح. صعوبة مظاهر السطح وصعوبة وندرة المياه. تمام يا عمر. طيب. ان السطح في جنوب سيناء في ايه؟ جبال، زي جبل سانت كاترين. وطبيعه البيئه الصحراويه عامه السطح بتاعها صعب ان الواحد يعيش عليه. تمام. طيب تمام بقى يا عمر، بما تفسر انشاء الدوله لهيئه تعليم الكبار؟ وفي امس لا المذكبة من ايه علي ان انا اقول الاسئلة الصعبة؟ لا والله على فكرة سهلة سهلة جدا، لكن انت اللي مش مذاكر. لا طب ثانية يلا نجاوب عشان احنا مسجلين الحصة. طيب انشاء الدولة هيئة تعليمية للتعليم للكبار، دولة انشاء هيئة تعليم الكبار الكبار. طيب لا ما اعرفش. طيب هسأل، من اسمها كده هيئة تعليم الكبار، يبقى الدولة عملتها ليه؟ لتعليم الكبار، يعني الكبار دول ما كانوش متعلمين؟ عشان الأمية يعني. دولة انشأت هيئة تعليم الكبار لمحو الأمية وتعليم الكبار. تمام. انا عامه في الامتحان اللي بيكتب لي مثلا لتعليم الكبار بعديها له صح مثلا، او بديله عليها نص الدرجه لو كتب لي لمحو الاميه وتعليم الكبار، طبعا صح. لو كتب لي تقليل نسبه الاميه صح. تمام. لو كتب لي للقضاء على الاميه صح. فسؤال بما تفسر ممكن عايزين يمس كتاب، يعني مثلا حضرتك بتطلع بعدنا تبعت لي الكتاب واحنا نطبعه ونحلها مع حضرتك. طيب انا في معايا مذكره زي شرح واسئله. تمام. شوفوا عايزيني ابعتها لكم فين، ارفعها لكم على المايكروسوفت. تمام. عايزيني ابعتها لكم واتساب. تمام. شوفوا جروب بتاع الدراسه، جروب بتاع تيمز، جروب بتاع دراسات على تيمز، هو على جروب دراسات. تمام خلاص، يعني نطبعها والسيشن اللي جايه نحلها مع حضرتك ولا ايه؟ مش فاهم ليك انت، هي دي تعتبر ملخص. تمام. ذاكر كويس من الكتاب وهيبقى معاك ده ملخص. حبيت ان انت تزود اسئله وان انت تجاوب اكتر هتحل الاسئله اللي فيها.
تمام؟ تمام. طيب الدرس اللي معانا النهاردة هو من يحكم محافظتي. لسه مذاكراه وحل عليه أسئلة النهاردة قبل الدرس على طول. طب حلو جدا، يلا يلا نشوف. احنا حد يفكرني كده، فكروني كده الحصة اللي فاتت احنا اخدنا كيف تدار الدولة. لا ايه اسم ده؟ من يحكم؟ لا نظام الحكم في بلدنا. نظام نظام الحكم في بلدنا. بلدنا كان ماشي ازاي؟ كيف تدار الدولة؟ ها؟ في سلطة قضائية وسلطة تشريعية وسلطة ايه؟ سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، سلطة قضائية. تمام، وعرفنا السلطة التنفيذية كان فيها مين ومين ومين. السلطة التنفيذية على رأسها رئيس الجمهورية، وعندي الحكومة اسمعوني هرجع لكم سريعا. عندي بعد كده الحكومة بتتكون من الوزراء ورئيس الوزراء. تمام؟ طيب عندي بقى تحتيهم على طول تبع السلطة التنفيذية حد اسمه المحافظ. تمام؟ يبقى المحافظ هو تبع أنه سلطة من الثلاث سلطات؟ تبع السلطة التنفيذية. خلاص. طيب عندي السلطة اللي بعدها السلطة التشريعية، ودي بتتكون من ايه؟ من مجلس النواب والنواب. النواب اللي هم الأعضاء عددهم قد ايه؟ 592. 592 هي 500 وحاجة. انا ما اعرفش هي 500 وايه، بس هي 500 وحاجة. 96 586 596. تمام، عدد أعضاء مجلس النواب 596. خلاص؟ تمام. وقلنا السلطة التشريعية دي هي اللي بتشرع أو بتسن أو بتضع القوانين. طيب السلطة القضائية بتتكون من إيه؟ من المحاكم المختلفة، ودي سلطة مستقلة بعيدا عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. قلت لك قبل كده محدش يقدر يتدخل في حكم القضاء. خلاص. طيب عرفنا ازاي بنضع القانون صح؟ مين يفكرني بمراحل وضع القانون؟ مين يفكرني بايه؟ مراحل وضع القانون. انا اتفضل. هما ثلاث مراحل اذا انا فاكر. طيب اول حاجه بتروح على رئيس الجمهوريه اذا وافق او لا، بعدها بروح على مجلس النواب. تمام، واذا تلتهم وافق يبقى ينفع. انت عكست. ايه ده؟ بقول لكم على حاجه. ايه؟ هما ثلاث مراحل. تمام، مرحله الاقتراح. تمام، وده بيقترح رئيس الجمهوريه او رئيس مجلس الوزراء او نائب من البرلمان، هما اللي بيقترحوا القانون. طيب تاني مرحله. ها؟ تاني مرحلة بتروح على الرئيس كبير النواب. رئيس مجلس النواب بيعمل ايه اللي هي تالت مرحلة؟ بيوديها للرئيس. تاني مرحلة لما القانون بيجي لرئيس مجلس النواب بيعمل ايه؟ بيدرس القانون. يبقى تاني مرحلة هي مرحلة الدراسة. رئيس مجلس النواب بيدرس القانون ويشوفه مناسب للدستور ولا لا. طيب تالت مرحلة هي مرحلة الاعتماد. لو رئيس مجلس النواب لقى إن القانون تمام متماشي مع الدستور بيعرض الايه القانون ده على النواب. لو تلتين تمام، لو تلتين المجلس وافق بيعتمدوا القانون وبينشر في الصحف الرسمية. خلاص كده. طيب مين بقى اللي بيحكم المحافظة؟ قلنا المحافظ. عندي كام محافظة في مصر؟ 27 أو 27. 27 محافظة. يعني عندي كام محافظ؟ 27 محافظ. 27 محافظ. طيب مين اللي بيعين المحافظ؟ رئيس الجمهورية. ممكن يجيلك كده صح وغلط ويقول
إدارة شؤون المحافظة. مين هو المحافظ؟ شخص، هو شخص مسؤول عن إدارة شؤون المحافظة. طيب مين هو رئيس الجمهورية؟ مسؤول عن الجمهورية. مسؤول ايه ده؟ لا ولا وكمان على اسمه ايه ده؟ لا كده كمان الامن. لا يمثل مصر خارجيا ودوليا. حافل المايك، مش عايزه كلام بقى كده. بقول مين هو رئيس الجمهورية؟ هو نفس التعريف، هو الشخص المسؤول عن إدارة شؤون الدولة. انا قلت كده لما يجي لك يقول لك الشخص المسؤول عن إدارة شؤون المحافظة، ده المحافظ. شخص مسؤول عن إدارة شؤون الدولة يبقى ده ايه؟ رئيس الجمهورية. تمام كده. وكمان يمس بيمثل مصر دوليا وجيه. تمام. انا عارفه ان له مهام تانية، بس انا بعرفك لان التعريف ده ممكن يجي لك، فانت تبقى عارف لو إدارة شؤون المحافظة يبقى ده المحافظ، لو إدارة شؤون الدولة يبقى ده ايه؟ رئيس الجمهورية. طيب ايه مهام المحافظ؟ المحافظ ده بيعمل ايه؟ قال لي والله مسؤولة عن الامن والنظام. مسؤولة عن ايه؟ الامن والنظام. تاني حاجة مسؤولة عنها حماية الممتلكات العامة. يعني ايه حماية الممتلكات العامة والخاصة؟ يعني ما حدش يقدر يتعدى على الممتلكات العامة اللي في المحافظة طول ما هو موجود. محدش يقدر مثلا يقتحم البيوت، يقتحم مؤسسات، محدش يقدر مثلا يتعدى على مدرسة، مستشفى، في وجود ايه؟ المحافظ. هو اللي بيحمي حقوق الناس والممتلكات العامة. خلاص. كمان بيتابع المرافق والخدمات. يعني ايه بيتابع المرافق والخدمات؟ مش احنا قلنا ان احنا عندنا الخدمات تعليمية صحية، صح؟ مثلا تلاقي المحافظ داخل مرة واحدة كده في مدرسة من المدارس، بيعمل ايه هناك؟ بيتابع الخدمة التعليمية في المدرسة دي. يقولك دي زيارة مفاجأة من المحافظ، يدخل على اي مدرسة كده يشوف بقى ايه الدنيا ماشية ازاي، في مدرسين ولا لأ، عدد حضور الطلاب مناسب ولا لأ، بيتابع الايه؟ الخدمة التعليمية. كذلك برضه يروح اي مستشفى يعمل زيارة مفاجأة، يشوف مثلا في دكاترة ولا لأ، يشوفوا المرضى وهكذا. خلاص. طيب. نعم. بس هو دايما لما انا عايشة في القاهرة، دايما لما المحافظ بيجي بيقف على البوابة بتاعت المدرسة بيقول للمديرة ده المحافظ جاي، فالمديرة تروح قايلة كل مشرفين المدرسة ان المحافظ جاي، فيروحوا مدين لكل واحد كمامة. والله بجد يعني الحصة مذاعة. انت فضحتي المدرسة، شكرا. بصي حبيبتي، هو لازم يكون في يعني عشان مؤسسة تاخد بالها بس يعني. تمام. بس انا يمس عمري ما محافظ دخل المحافظ جه عندكم، انتوا جايين المحافظ عندكم قبل كده؟ مدرسه ايه؟ ولا بلاش نقول مدرسه ايه، خلاص. سيد عائشة. طب بس حضرتك مش ساكنه في زهراء المعادي؟ انا في المعادي. القديمه ولا الجديده؟ لا المعادي الجديده. وانا برضه في المعادي الجديده. اهلا وسهلا. طيب المحافظ بيعمل ايه كمان؟ بيشرف على تنفيذ المشروعات. لو تفتكر الترم الأول قلنا في العيد القومي بتاع المحافظة المحافظ بيفتتح المشروعات، بيكون مثلا في مدرسة جديدة أو مستشفى جديدة مبنية في المحافظة، فيجي المحافظ في العيد القومي الخاص بالمحافظة ويفتتح المشروع. خلاص. طيب المشروعات اللي المحافظة بتعملها دي مش هتوفر لي فرص عمل للشباب؟ صح. يبقى كمان من مهام المحافظ ان هو بيوفر فرص عمل للايه؟ للشباب. الشباب. يعني ايه هي مهام المحافظ؟ مسؤولة عن الامن والنظام. حماية الممتلكات، متابعة الخدمات، تنفيذ المشروعات. احفظها كده معايا. توفير فرص العمل. والنظام، حماية الممتلكات، متابعة الخدمات، يشرف على الايه؟ المشروعات او ينفذ الايه؟ المشروعات. سهلة. ميس حضرتك ما قلتيش توفير فرص عمل.
ما هي معروفة خلاص، نفذنا المشروعات، مين اللي هيشتغل في المشروعات؟ الشباب، يبقى بيوفر فرص عمل للشباب. تمام؟ سهلة؟ سهلة. تمام. اللي بعده، مين اللي بيساعد المحافظ؟ الرئيس. عندي الرئيس والمجلس المحلي اللي هيساعد المحافظ؟ لا لا لا، المجلس المحلي. تمام. اللي بيساعد المحافظ عندي أشخاص وهيئات. أشخاص وإيه؟ وهيئات. طيب زي إيه مثلا؟ قال لي والله عندي حاجة اسمها المجلس المحلي، عندي حاجة اسمها إيه؟ المجلس المحلي. ممكن يجي لك في صح وغلط، يساعد المحافظ مجلس النواب. يبقى طبعا غلط، المجلس الايه؟ المحلي. المجلس المحلي ده لازم هتلاقيه في كل محافظة. يبقى انا عندي كام مجلس محلي؟ 27. 27 مجلس محلي. تمام. المجلس المحلي ده جواه اعضاء. قال لي قد ايه؟ 500 ايه؟ لا لا لا، هتلخبطي كده في مجلس النواب. قال لي المجلس المحلي ده في ثواني بس ثواني، قال لي 50% عمال وفلاحين. هتقولي ايه ده، ازاي العمال والفلاحين يكونوا موجودين في المجلس المحلي؟ اقول لك دلوقتي، لو في مشاكل في الصناعة، مين أدرى بمجال الصناعة؟ مش العمال؟ صح؟ طيب هم عايزين يساعدوا المحافظ، ان هو مثلا احنا محتاجين العمال تجتمع كده في المجلس المحلي ويقولوا احنا مثلا محتاجين مصنع في الحاجة، في مثلا مصنع ايه، مثلا مصنع بلاستيك، مثلا محتاجين مصنع للحديد والصلب. خلاص، بيقولوا احتياجاتهم، عايزين يعملوا ايه للصناعة. خلاص، فبيقترحوا الكلام ده على المحافظ وبيقولوا احتياجاتهم للمحافظ. كذلك برضو الفلاحين، الفلاحين بتجتمع مع بعض وبيعرضوا المشاكل بتاعتهم او احتياجاتهم على المجلس المحلي والمحافظ. طيب قال لي كمان المجلس المحلي ده في مين تاني غير العمال والفلاحين اللي نسبتهم 50%؟ قال لي السيدات والشباب. السيدات وايه؟ والشباب. طب دول نسبتهم قد ايه؟ الربع. تمام. يبقى لما يجي يقول لي صح وغلط، يمثل تمثل المرأة في المجلس المحلي، صح ولا غلط؟ صح. صح. يمثل صح. يمثل الشباب في المجلس المحلي. صح. ده ثاني سؤال. يمثل الشباب في المجلس المحلي، يعني يعني المجلس المحلي فيه شباب. صح. تمام. طيب بيجوا ازاي؟ عن طريق الانتخابات. عن طريق الايه؟ الانتخابات. قلنا بيكون في ربع المجلس فيه شباب وفي ايه؟ سيدات، وعندي 50% فلاحين وايه؟ وعمال. خلاص. طيب بيتم الانتخابات دي كل كام سنة؟ كل 4 سنوات. سنين. تمام. كل 4 سنين المجلس ده يعمل انتخابات. طيب الكلام ده احنا جايبينه منين؟ هل احنا اللي قلنا المجلس المحلي ده هيكون فيه عمال وفلاحين وشباب وسيدات، ولا الدستور؟ دستور. الدستور. الدستور المصري لسنة 2014 المادة رقم 180 هي اللي قالت لنا ان للعمال والفلاحين والشباب والسيدات حق ان هم يرشحوا نفسهم للمجلس المحلي. تمام. طيب نيجي نشوف بقى المجلس المحلي ده اصلا بيعمل ايه. اول حاجة، المجلس المحلي بيساعد المحافظ في ادارة شؤون المحافظة، زي ما رئيس الجمهورية. مين اللي بيساعده؟ المحافظ.
المحافظ الحكومة اللي هي رئيس الايه الوزراء والوزراء، كذلك برضو المحافظ مين اللي بيساعده؟ المجلس المحلي. تمام. طيب المجلس المحلي كمان بيعمل ايه؟ بيتابع الخطط، بيحاول ان هو يساعد المحافظ في تطوير العشوائيات، خلاص، ان هم طبعا العمال والفلاحين والشباب والسيدات هم اصلا من سكان المحافظة، فهم اكتر ناس عارفين المناطق العشوائية اللي داخل المحافظة، هم اكتر ناس عارفين المحافظة دي محتاجة ايه، محتاجة مدارس تتبني، محتاجة مستشفيات تتبني، محتاجة طرق، طرق مثلا تتصلح، طرق تتعمل جديدة، محتاجة مرافق، محتاجة بنية تحتية، محتاجة ايه، خلاص. فالمجلس المحلي بيساعد المحافظ في إدارة شؤون المحافظة، بيتابع الخطط، تمام، بيحاول ان هو يطور العشوائيات، بيحاول ان هو يعمل تطوير وصيانة للايه للمدارس والمستشفيات والمرافق العامة. تمام كده؟ صعبة؟ لا سهل. تمام. طيب نجاي، نعم، فكريني المجلس المحلي ايه دوره؟ يعين المحافظ على إدارة شؤون المحافظة. المحافظة ايه كمان يا عمر؟ السؤال يا مس، المجلس المحلي ايه دوره؟ المجلس المحلي يساعد المحافظ. تمام، قلنا بيساعد المحافظ في إدارة شؤون المحافظة، ايه كمان؟ بيتابع الخطط. شؤون الخطط، بيتابع الخطط وبيعمل ايه؟ بيحاول تطوير العشوائيات. كمان تطوير وصيانة المدارس المستشفيات والايه والمرافق العامة، خلاص كده. طيب مين يفكرني عدد العمال والفلاحين كان كام؟ 50%. 50%. هيا عمر، الشباب والسيدات في المجلس بنسبة قد ايه؟ او عددهم قد ايه؟ 50%. نعم؟ لا ايه ده؟ لا ما هو فاضل 50%. هما 50%، ربع شباب وربع ايه؟ سيدات. تمام. طيب احنا كده عرفنا دور المحافظ ودور المجلس المحلي في تطوير المحافظة او في ادارة شؤون المحافظة. طيب دور حضرتك كمواطن في تطوير المحافظة ايه؟ قال لي اول حاجة احنا نحافظ على الممتلكات العامة. والله المدرسة دي مش بتاعتك لوحدك، دي ملك الايه لينا كلنا، فالمفروض ان احنا نحافظ عليها. لما تدخل مواصلة من المواصلات دي تعتبر ملك لحضرتك؟ لا، دي ممتلكات عامة، صح، فالمفروض ان انت تحافظ برضو عليها وعلى نظافتها. تمام. لما مثلا تدخل مستشفى، هل المستشفى دي بتاعتك لوحدك؟ لا لا، يبقى لازم برضو ندخل المستشفى نحافظ عليها، ما نخربش فيها، ما نزعجش المرضى. تمام، لانها هي ممتلكات عامة. طيب تاني حاجة حضرتك تعملها المشاركة في الأعمال التطوعية. يعني إيه الأعمال التطوعية؟ مثلا تيجي جمعية زي جمعية رسالة، ماشي، أو حملة أو مبادرة يعلن عنها المجلس المحلي، يقول مثلا إحنا في اليوم الفلاني هنعمل حملة مثلا لزراعة الأشجار، خلاص، فحضرتك بتروح تتطوع. يعني ايه تتطوع؟ تشارك معاهم، تلبس مثلا من نفس اللبس اللي هم لابسينه، بيبقى ليهم يونيفورم كده عاملينه لليوم، وتشترك معاهم في زراعة الأشجار عشان تعمل توعية للناس بأهمية الايه التشجير. مثلا في حملات تانية كتير، زي مثلا حملة ركوب الدراجات، دي هدفها ايه؟ تقليل استخدام الايه السيارات. تمام. مثلا حملة زي حملات النظافة، في أماكن كتير جدا بتعمل موضوع الحملات دي،
ومن واجبنا نحو المحافظة بتاعتنا ان احنا نشترك فيها. خلاص؟ طيب مين اشترك في حملات قبل كده؟ لا مش انا اصلا، انا ما كنتش عارف الموضوع ده. كنتش تعرف؟ طب عارفة جمعية رسالة؟ انا مش دي. لا بابايا عادي على فلوس. مش اشتركت يا مس. في بعض جمعية رسالة، في بعض الحملات بتعملها، وشباب كتيرة جدا بتروح تتطوع، وناس كتيرة جدا بتروح تتطوع من سنكو واكبر منكو بيروحوا يتطوعوا ويشتركوا فيها. تمام. انا مش اشتركت قبل كده. اشتركت في ايه؟ في جمعية بس مش عارف اسمها ايه، كانت بوزع اكل وكده. تمام، حلو جدا. عارف اسم الجمعية اصلا؟ ده من زمان، سنة كده. تمام، مفيش مشكلة. طيب بيقولي كمان من دور حضرتك كمواطن في تطوير المحافظة ان انت تهتم بالتعليم واتقان العمل. تمام، عشان تنفع المحافظة بتاعتك وعشان تنفع بلدك وعشان تنفع المجتمع بتاعك لازم تهتم بالتعليم وتتقن في عملك. تمام، في حاجة صعبة؟ لا. تمام. لا سهل جدا. تمام. طيب احنا عرفنا كل حاجة عن المحافظات، صح؟ عرفنا ان ليها عيد قومي، وعرفنا ان ليها محافظ، وعرفنا ان فيها مجلس محلي، وعرفنا كل الحاجات الحلوة دي. طيب زمان بقى كان في محافظات؟ قال لي والله لا، ايام القدسيين كانت مصر برضو مقسمة، بس مقسمة لحاجة اسمها اقاليم. مقسمة لحاجة اسمها ايه؟ اقاليم. اقاليم. طيب أنا حالياً عندي 27 محافظة، زمان كان عندي كام إقليم؟ قال لي 42 إقليم. يبقى حالياً كم محافظة؟ 27 محافظة. وقديماً كان كم إقليم؟ 42 إقليم. خلاص؟ طيب حالياً اللي بيحكم المحافظة أو المسؤول عن المحافظة اسمه محافظ. طيب زمان كان مين اللي بيحكم؟ اسمه حاكم الإقليم. اللي كان مسؤول عن الإقليم اسمه حاكم الإقليم. تمام؟ طيب إحنا حالياً اللي بيعين المحافظ مين؟ رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية. تمام؟ اللي كان بيعين بقى حاكم الإقليم مين؟ الملك أو الفرعون. خلاص؟ طيب يا ترى مهام حاكم الإقليم شبه مهام المحافظ حاليا؟ أول حاجة حاكم الإقليم بيعملها بيهتم بشؤون الإقليم زي المحافظ، ما هما بيهتم بشؤون المحافظة. تاني حاجة بيعملها حاكم الإقليم إن هو بيحافظ على الأمن. تمام؟ بس مس عندي سؤال، زي برضو المحافظ حاليا ما هو بيحافظ على الأمن. طيب بيقول لي حاكم الإقليم ده كان بينفذ برضو المشروعات، كذلك برضو المحافظ حاليا بينفذ المشروعات. تمام. عندي سؤال يا مس. هو الطفل اللي بينط ده يعني فرحان ليه؟ فرحان عشان الدرس خلص. بجد؟ اه والله انا زيه، هنط زيه. شكرا. شكرا. طيب الدرس صعب شويه. حلو ولا وحش؟ ده اسهل درس اصلا في الدراسات بالنسبه لي، ده اسهل درس. تعالوا نحل جيم كده. بصراحة نفسي بعت لكم انتوا اللينك تلعبوا، لان انا بحس ان انا اللي بلعب يعني. ماشي مش ممكن تبعتيه. انا وتيمز هيدخلوا بالليل علشان لسه مش عارف ايه لسه بيدخلني. طيب تمام، خلينا نحل مع بعض، وفي الاخر هبعته لكم زي الدروس اللي بعتها لكم على تيمز. تمام؟ مستعدين؟ هنبدا برضو بالبنوته. معلش يا عمر. تمام، عادي يا مس.
يلا يلا عفريتي كده. تنقسم جمهورية مصر العربية إلى كم محافظة يا لجين؟ 27. يلا يا عمر. تمام يا مس. المجلس إيه هو المسؤول عن معاونة المحافظ في إدارة شؤون المحافظة؟ المركز المحلي. يعتبر إيه مين المسؤول عن إدارة شؤون المحافظة؟ محافظ. يتم انتخاب المجلس المحلي كل كام سنة؟ ثانية بس عشان أنا ما شفتش. يتم انتخاب المجلس المحلي كل كام سنوات لمجلس المحافظ في الإدارة المحافظة؟ إدارة المحافظة. يتم انتخابه كل سنة واحدة. 5 سنين. إيه رأيك يا لجين؟ لا لا، 4 سنين. 4 سنين صح. ميس أنا اللي قلتها يا ميس، دي معلومة. أنا بقى يبقى أنا بقى يا ميس. أنا ماشي. أنا اللي حل بقى. ماشي. يعتبر المحافظ بمثابة إيه؟ سلطة إيه في إدارة شؤون المحافظة؟ المحافظ تنفيذية. ايه مس الخوف ده؟ هو انا مش خايفة من الجو ده، بس انا خايفة من البرد يعني في الاول ودلوقتي كمان، يعني شوية رعب كده عشان يبقى في تغيير. لا انا مش ده بيخوفني من الدرس. من الدرس انا ما بخافش، بس هو انا بخاف ده بيخوفني من الدرس. انا حباه يعني كفاية. طب تمام خلاص، مش هعمل لكم عفاريت تاني. تمام. انتوا في حاجة واقفة قدامكم؟ في أي سؤال واقف قدامكم في حتى في الدروس اللي قبل كده؟ لا لا. حد هو بيحل مثلا واقف قدامه أي سؤال في حاجة مش فاهمينها؟ لا لا. طيب تمام. الحصة الجاية مهمة عشان احتمال إن أنا أشرح فيها درسين، ماشي؟ لأن فيه كان فيه حصة يوم الأحد طبعا اتلغت، فاحتمال أشرح. الحصة الجاية هتبقى ايه؟ هي حصة يعني شيقة جدا، لان هجيب لكم فيها فيديوهات عن كل حاجة. هناخد الاماكن عندنا الدرس الجاي تراثنا الوطني، تمام؟ في بعض الاماكن اللي موجودة عندنا في قائمة التراث العالمي دي هنشوفها في فيديوهات، هجيب لكم فيديوهات بتتكلم عن الاماكن دي. في عندنا برضو الدرس الاماكن السياحية او الاماكن التراثية، تمام؟ ده برضو في أماكن كتير هنشوفها في فيديوهات. خلاص، فحلو جدا إن أنت بدل ما بتسمع المعلومة كده أو تعرف إن في مثلا قلعة صلاح الدين بطابة أو ما أعرفش إيه، لأ أنت تشوفها بعينيك. خلاص، فالدرس هيكون حلو جدا، عايزكم تحضروه وتشوفوا زمايلكم اللي ما حضرش يحضروا إن شاء الله الحصة الجاية. تمام؟ ميسو ما فيش حد غيرنا بيحضر في كل الدروس، بس سارة بتحضر في الساينس. تمام. خلاص تمام، ما فيش مشكلة. أنا بحسب بس إن هم مثلا ما حضروش مثلا المرة دي أو كده، عندهم ظروف أو حاجة، فما فيش مشكلة. خلاص تمام. عايزين حاجة؟ لا شكرا يا ميسو. لا شكرا. يلا توحشوني الحصة الجاية. يلا باي. ماشي.